ارحب بكم مشاهدينا الاعزاء في هذا التقرير الخاص وهو عن يوم اليتيم العالمي. طبعا مشاهدينا الاعزاء، هناك قياده رشيده تهتم باليتيم في دوله الامارات العربيه المتحده بل وعلى مستوى العالم. نحن نحظى بقياده رشيده، نحظى بقياده تعي وتعرف كم هو مكانه اليتيم في هذا المجتمع، مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة. هكذا تابعونا مشاهدينا في هذا التقرير الجميل والمميز، نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. بحضور سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، جرت مراسم الاحتفال بيوم اليتيم العربي الذي نظمته هيئة الهلال الأحمر بالتعاون مع جامعة الإمارات في القاعة الكبرى لتكريم 53 طالباً وطالبة من الأيتام المتفوقين. وحضر الحفل الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية وعدد من المسؤولين والمحسنين والرعاة. وكرم سمو الشيخ طحنون بن محمد الأيتام من الطلاب والطالبات المتفوقين، وأعلن سموه خلال التكريم عن تبرعه بمبلغ 1,000,000 درهم لهم. وتواصلت فقرات الحفل حيث قدم الطلاب والطالبات بعضاً من الأناشيد الوطنية. وعرض فيلم تسجيلي لطبيبة يتيمة تم رعايتها من قبل الهيئة والرعاة حتى تخرجت من كلية الطب. وفي ختام الاحتفال تم تكريم الرعاة وعلى رأسهم الراعي الذهبي مجموعة بن حم، ومثلها الشيخ مسلم بن حم العامري، وعدد من المؤسسات والشركات والبنوك العاملة في مدينة العين. أولاً نحمد الله ونشكره على هذه النعمة اللي الله أعطانا. أول لما بدأ أعطى أهلنا الشيخ زايد، ومن عقبه أعطانا عياله، من الشيخ خليفة إلى الشيخ محمد إلى الجميع، اللي نحمد الله نفتخر بهم. وهذا اللي حصل فهو من واجبنا ومن واجب كل مواطن حريص على دولته وعلى من هو عنده. بنقول من المستحقين فلا بد التعاون، وهذا واجب، وديننا يامرنا بهذا العمل. ونتمنى من الله أن يدوم حكومتنا اللي أسسها الشيخ زايد الله يغفر له، ومحافظين عليه أبنائه وحكام الإمارات. فنحمد الله ونشكره.